بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية فكر زاوج شارك. فكر زاوج شارك. سعود اجلس جنب هتان، بجوار هتان. الآن المطلوب منا حل هذا التمرين. عندي هذه القطعة نص، هذا هو النص. مطلوب الإجابة على الأسئلة الثلاثة، هذه الأسئلة، تمام؟ كم سؤال دول؟ ثلاثة. خلاص نكتفي بهذه الثلاثة، وهذه سنستخدم فيها استراتيجية أخرى. ابدأ فكر. الثلاثة أسئلة الأولى فقط. الكتب بتاعتك جاية في الطريق يا ماجد، إن شاء الله تأخذها اليوم. انتهيت؟ طيب الآن الموضوع ما طويل، زاوج. يلا كل اثنين مع بعض، كل اثنين معا، كل اثنين معا. احمد غايب. احمد، حد غير احمد غايب يا ولد؟ مين الغايب هنا؟ كرم واحمد. خلاص يلا بسرعه يا ليث، تعاون مع براء. فهد يلا. الآن شارك المجموعة كلها بسرعة، الموضوع ما يحتاج. يلا كل المجموعة تتشارك. يا سعود تشاركوا مع بعض، اختاروا لكم قائدا، اختاروا لكم قائدا يخرج. اتفق يا بني، يا ريال اتفقوا على قائد واحد يخرج يمثل المجموعة. اتفقوا على يا فراج اتفقوا على قائد. طيب هنا واحد وهنا واحد، اتفقتوا مع بعض ولا بعدين يرجعوا يقولوا لي احنا ما اتفقناش؟ اتفقوا مع بعض، اتفقوا على واحد. على نواف، تعال يا نواف. طيب ثواني عليا بس ما يجي بقيه المجموعات. ها رجعتم؟ رجعت معه؟ رجعتم؟ من هيجي؟ اختاروا انتوا الاربعه مع بعض، اتفقوا مع بعض. اتفقوا مع بعض يا هتان انت وسعود. ها تختاروا من؟ اخترتوا من؟ ها اخترتوا من؟ فراج؟ ها بلال؟ يا هتان اخترت من؟ فراج؟ طيب انت رجع انت وهو، عشان لو واحد منكم اخطا هتخطى المجموعه. رجع انت وهو اتفقوا. ها رجع انت وهو، رجعوا مع بعض. ها مين هيجي بقى من كلتوا الاثنين؟ تعال يا سعود مكانك ورجع كرم. ارجع مكانك يا كرم. ها يا فراج هتيجي انت ولا بلال؟ تعال كده. مجموعة ابو بكر هنا، تعال مجموعة ابو بكر هنا، مجموعة عمر، مجموعة عثمان، مجموعة علي، بالترتيب. سنرى مجموعة ابو بكر اولا. اختار الإجابة الصحيحة، مفرد ديون ضيف فندق إذاعات مرادف نقرأ نط. الإجابة الصحيحة، انتظر. المجموعة الثانية، امسك الكتاب، امسك. مزبوط، امسك الكتاب خلينا اعرف اعمل النجمه يا اخي. طيب ضيف ازعاج نترك، تفضل. ضيف ازعاج نترك، الاجابه صحيحه. طيب اذا فكر زاوج شارك، الجميع
تعاون فكانت الإجابات صحيحة. أشكركم، والجوائز إن شاء الله بعد قليل. يا عبد العزيز اللي يتساءب يدك على فمك هكذا حتى لا يبول الشيطان في فمك، خلاص؟ هذه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نفتح فمك هكذا.